يا فلان ماذا تصنع بقوله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. كيف تفسر هذه الآية هذه الجملة بل رفعه الله إليه؟ فكر فكر الشيخ هكذا وعبث بلحيته قال بل رفع الله مكانته. وليس المعنى بل رفع الله ذاته إليه. قلنا طيب بل رفع الله مكانته، أنت تعلمت العربية وكنت تعلمها على مستوى جامعي بل على مستوى أعلى من الجامعي، وأنت الذي علمت تلامذتك أن بل إذا جاءت تقع بين نقيضين، بل إذا جاءت دائما تقع بين نقيضين. فمثلا تقول فلان ليس عالما بل جاهل، عالم نقيض جاهل. أنا لست جائعا بل شبعان. فلان ليس موجودا بل غائب. هل يمكن أو يجوز عربية أن تقول فلان ليس موجودا بل جميل؟ يقال تضحك من الحكي. هل يجوز لك أن أقول أنا لست جائعا بل أنا بليغ؟ واضح كيف؟ بل أنا غني. شو علاقة غني؟ نحن عم نحكي جائع ولا شبعان؟ نحن عم نحكي بل تقع بين نقيضين دائما. طيب الباري عز وجل قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ما هو نقيض القتل؟ بقاؤه وارتفاعه حيا. أما لو قلنا ما قتلوه بل كان ذا مكانة عالية عند ربه، بصير يكون ذا مكان عالي عند ربه ويكون مقتول كمان. واضح هذا الكلام؟ فلو قلت أن معنى بل رفعه الله يعني رفع مكانته لأصبحت هذه الجملة لا أقول سقطت بلاغتها بل أصبحت من الركة بمكان، وأصبحت كلاما غلط. يعني لو طالب كاتب هالكلام نحط إشارة حمراء على كلامه بنصاطه، لأن بل دائما تقع بين نقيضين. نعم، إذا عرفنا ذلك طيب في شغلة ثانية هون، بل رفعه الله إليه، قال يعني رفع مكانته. فسر لي إليه بقى شو صارت. بل رفع الله مكانته إليه. إذا شو صار سيدنا عيسى؟ شو صار؟ صار إلى، لأن الله عندما يرفع مكان سيدنا عيسى هكذا إليه، إذن فقد أصبح عيسى بن مريم إلها بنص القرآن. هكذا يستلزم كلام الذي فسر الآية هذا التفسير.